لابد وأن جميعنا يعرف هذا النوع من الأفاعي التي تسمى الأفاعي الجراثية أو الأفاعي المجلجلة، وهي ثعابين سامة. إن الأفاعي الجراثية هي كائنات مفترسة تعيش في مجموعة من المناطق وتطارد الطيور والحيوانات الصغيرة مثل القوارض. تم تسميتها بالأفاعي الجراثية بسبب الخشخشة التي تتواجد في نهاية ذيولها، والتي تستخدمها لطرد الحيوانات المفترسة وأيضا تحذير المارة. السؤال الآن يبقى، كيف تصنع الأفاعي الجراثية ذلك الصوت؟ وهل يوجد شيء ما داخل ذيلها يجعلها تصنع ذلك الصوت؟ كل هذا سنعرفه في هذا الفيديو. يعتبر جرس الموت بمثابة تحذير من الأفاعي الجراثية للحيوانات المفترسة والبشر أيضا. يتكون هذا الجرس أو الخشخشة من مجموعة من الأجزاء المجوفة والمتشابكة فيما بينها والمصنوعة من مادة الكيراتين، وهي نفس المادة التي تتكون منها أظافرنا. يؤدي تقلص العضلات في الذيل إلى اهتزاز هذه الأجزاء ضد بعضها البعض، مما يؤدي إلى حدوث الصوت المرتفع. تعتبر العضلات التي تسبب الخشخشة من أسرع العضلات المعروفة، حيث بإمكانها أن تصدر ذلك الصوت 50 مرة في الثانية في المتوسط، كما أنها يمكن أن تستمر لمدة قد تصل إلى 3 ساعات. تولد الأفاعي المجلجلة بوجود حلقة مسبقة على طرف الذيل، بعد ذلك تضاف للأفاعي حلقة جديدة عندما يقوم الثعبان بتغيير جلده. لا يمكن للأفاعي أن تصدر صوتا عن طريق حلقة واحدة حتى يتم إضافة حلقة ثانية. تنتقل الأفاعي الجراثية مع إجراسها، وذلك برفعها لحمايتها من التلف. ولكن بالرغم من هذا الإجراء الاحتياطي، إلا أن نشاطها اليومية في الغابة قد تتسبب في قطع أطرافها. وبسبب هذا فإن عدد حلقات الذيل لا يرتبط بعمر الأفاعي الجراثية. تختلف ديول الذكور عن الإناث، حيث لديهم ديول أكثر سمكا وأطول من الإناث. إن الأفاعي المجلجلة هي المسؤول الرئيسي في ارتفاع إصابات لدغات الأفاعي في أمريكا الشمالية، وإذا تم علاج لدغتها على الفور فنادرا ما تكون مميتة.